So talented. Talented. موهوب. Adjective. هي صفة. هي صفة من talent. موهبة. من الاسم talent. إذا so talented. موهوب جدا. So young. صغير جدا. إذا سنتكلم اليوم عن الأطفال الموهوبين الصغار كما عرفنا في المقدمة البرادجي هو under the age of 10 تحت سن العشرة إذن هم صغار. إذن a child prodigy إلى المقدمة أصدقائي. A child prodigy is a person who has an outstanding talent. يعرف لنا الآن الـ child prodigy الطفل المعجزة الطفل العبقري. ما هو تعريفه؟ ما هو الطفل العبقري؟ من هو الطفل المعجزة؟ يقول child prodigy الطفل المعجزة is a person who has an outstanding talent. هو شخص يكون لديه موهبة بارزة outstanding بارز or skill أو مهارة at a very early age في سن مبكر في عمر مبكر. In this article في هذا المقال you are going to read about three child prodigies. سوف نطلع على ثلاث أطفال معجزات with different talents or skills. إذا بمواهب مختلفة أو بمهارات مختلفة. إذا بداية سنتعرف إلى شخص اسمه تذاكات أفاتار. تذاكات أفاتار لاحظوا صورته أمامكم. هو طفل حقيقة موهبة ومعجزة في عالم الفيزياء. تذاكات أفاتار. إذا at the age of 12 في سن الثانية عشر تذاكات أفاتار تلسي. هذا اسمه تذاكات أفاتار تلسي هو من الهند. Was the world's youngest person to gain a master's degree. كان أصغر شخص في العالم يحصل to gain a master's degree على شهادة الماجستير. إذا تخيلوا في سن الثانية عشر عام gain a master's degree حصل على شهادة الماستر ماجستير. He finished high school. تخرج أو أنهى الثانوية at the age of 9 في عمر التاسعة. أنهى ثانويته at the age of 9. Gained a PSC. طبعاً الـ PSC تعني Bachelor of Science. يعني درجة البكالوريوس. إذا gained a PSC حصل على البكالوريوس. البكالوريوس الشهادة الجامعية at the age of 10 في سن العاشرة. And an MSc. The MSc هي الماستر. Master of of science. هذا الماستر الماجستير. And an MSc when he was only 12. عندما كان فقط في عمر الثانية عشر. وهذه حقيقة أصدقائي ليست خيال. إنها حقيقة والشخص كما ذكرت لكم موجود هو في الهند. نتابع الآن. يقول at 18. في سن الثامنة عشر لاحظوا عندما صار عمره 18 عاما he is now a PhD student in Bangalore, India. في سن الثامنة عشر إنه يقال PhD. طبعا الـ PhD تعني اختصار لـ Doctor of Philosophy. PhD Doctor of Philosophy يعني هي شهادة الدكتوراه أعلى شهادة جامعية. إذن هو طالب دكتوراه في جامعة بنغالور في الهند in India. متى هذا الكلام؟ at 18 في سن الثامنة عشر. doing طيب ماذا يفعل؟ doing high research high level research. يقوم ببحث high level عالي المستوى ذو درجة عالية. his amazing mathematical talent موهبته. his amazing mathematical talent موهبته الرياضية المذهلة. موهبة رياضية mathematical صفة لاحظوا amazing مذهل لاحظوا صفتين للاسم talent. إذا موهبته الرياضية المذهلة was noticed لوحظت by his parents من قبل والديه. He was only six عندما كان في سن السادسة.
إذن عندما كان when he was only six, عندما كان عمره 6 أعوام, his parents والده noticed his amazing mathematical talent, لاحظوا موهبته الرياضية المذهلة. إذن أصدقائي, وهذا ما يؤكد على التعريف الذي بدأنا به النص بأنه المعجزة child prodigy is born, هي فعلا بالفقرة. لاحظوا هنا أبواه his parents noticed his amazing mathematical talent, هم لاحظوا موهبته الرياضية المذهلة الواضحة ويدربوا على ذلك. لاحظوا when he was only six, يعني عندما كان فقط في السادسة, لم يكونوا قد دربوا سابقا في هذا. الآن ننتقل إلى شخص آخر, شخص آخر وهو أيضا لاحظوا موجودة صورته أمامكم, يدعى ماغنوس تشارلز. صديقنا ماغنوس تشارلز من النرويج, from Norway, is one of the best chess players on the world. هو أحد أفضل لاعبي الشطرنج, chess players, chess, لعبة الشطرنج, سأشرح لكم شرح المفردات. إذن is one of the best chess players in the world, هو أحد أفضل لاعبي الشطرنج في العالم. He started, طيب خلينا نشوف معجزته وين بدأ. He started playing chess when his father, with his father at the age of 5. لاحظوا بدأ بلعب الشطرنج مع والده at the age of 5, في سن الخامسة, عندما كان عمره 5 سنوات فقط كان يلعب شطرنج مع والده. And played his first tournament at the age of 8. وقام بلعب أول مباراة, أول منافسة, tournament, tournament مباراة أو منافسة, competition يعني. وأول مباراة له كانت at the age of 8, في سن الثامنة, عندما كان عمره 8 سنوات لعب. He played his first tournament, أول بطولة بأول منافسة. In 2003, عام 2003, إذن لاحظوا هو قريب جدا يعني العام. In 2003 at the age of 13, في عام 2003 في عمر 13, عندما كان عمره 13 عاما, he was awarded the title of Grandmaster, لقب أو منح لقب Grandmaster. Grandmaster أصدقائي هذا في الشطرنج يمنح هذا اللقب, يعني المعلم الأول, تعني Grandmaster المعلم الكبير يعني, تمام, الأول يعني ما في أمهر منه, هذا لقب في الشطرنج. إذن متى هذا الكلام؟ In 2003, عام 2003, at the age of 13, في سن 13, عندما كان عمره 13 عام, معناتها نستنتج انه مواليد 1990, معناها الى الان عمره حوالي 31 عاما. اذا at the age of 13, في سن 13, in 2003, عام 2003, he was awarded the title of Grandmaster, منح لقب المعلم الاول, Grandmaster. نتابع الان كيف بدأت هذه الموهبة ومن اكتشفها. Chess became his passion. الشطرنج أصبح his passion. Passion تعني شغف, ولع, حب شديد. ممكن نعطيها مرادف fondness, love. إذن ولع أو حب شديد. And Magnus was allowed to take a time off to break the game. وماغنوس سمح له بأن يأخذ إجازة من المدرسة. لاحظوا عندما كان في المدرسة ويشارك في البطولات العالمية في الشطرنج, he was allowed to take time off. لاحظوا المصطلح time off. Time off يعني أصدقائي يعني vacation. Vacation يعني إجازة. To take time off school, ليأخذ إجازة من المدرسة. لماذا؟ ليش بده يأخذ إجازة؟ To practice the game, ليمارس اللعبة, لعبة التشيس الشطرنج. He received coaching from Kasparov, تلقى التدريب, دربه كاسباروف. طبعا كاسباروف في ذلك الوقت
هو one of the greatest chess players and geniuses of all time. كاسباروف هو أحد أعظم لاعبي الشطرنج وأحد عباقرة الشطرنج في كامل العصور والأوقات. إذا معلمه كان يلقب كان اسمه كاسباروف. At the age of 19 في سن 19 عندما وصل ماغنوس إلى 19 he was ranked number one in the world. صنف رقم واحد في العالم. إذا على مستوى العالم he was ranked يعني categorized تم تصنيفه number one in the world الرقم واحد في العالم becoming the youngest player to be awarded this title مصبحا أصغر لاعب يحصل على هذا اللقب. إذا ماغنوس تشارلز هو أصغر لاعب the youngest player to be awarded this title يلقب بلقب المعلم أو لقب الدرجة الأولى أو رقم واحد number one in the world في العالم. إذا إلى الآن تعرفنا عن موهبتين قفلين عباقرة عبقريين هما تذكات أفاتار تولسي عالم الفيزياء الصغير حقيقة وأيضا ماغنوس تشارلز الرقم واحد في العالم أصغر شخص يحصل على الرقم واحد في العالم في لعبة الشطرنج. الآن إلى الموهبة الثالثة والمعجزة الثالثة حقيقة هو معروف لدينا جميعا هو فولفغانغ أماديوس موزارت الكمان الشهير والمؤلف الموسيقي المعروف والشهير موزارت اسمه الكامل فولفغانغ أماديوس موزارت was one of the greatest musical geniuses of all time. هو أحد أعظم عباقرة الموسيقى. موزارت إذن كان عازف كمان ومؤلف موسيقي. إذن was one of the greatest لحظة صيغة التفضيل. The greatest تفضيل. Musical geniuses of all time. أحد أعظم عباقرة الموسيقى في كل الأوقات. He was born in Salzburg, Austria. ولد في مدينة سالزبرغ في النمسا. سالزبرغ هي مدينة في أستريا في النمسا دولة أوروبية. He was born in Salzburg, Austria in 1756 and began writing music. لاحظوا الدقائق ركزوا هنا جيدا. متى بدأ يكتب الموسيقى؟ متى بدأ يؤلف الموسيقى موزارت and began writing music before he was 4 years old. لاحظوا إذن بدأ بتأليف المقطوعات الموسيقية يعني بداياته كانت عندما كان في سن الرابعة 4 years old as a child prodigy وكطفل معجزة أو طفل عبقري He toured Europe. إذا سافر عبر أوروبا. أصدقائي في ذلك الوقت لاحظوا in 1756 يعني في الثمانينيات في الثمانين عام 1756 يعني من حوالي تقريبا 250 سنة كانت أوروبا تغرق في الظلام. فأن يولد طفل بهذه العبقرية فكان شيء يعني مبهر في كل أوروبا. إذن لاحظوا began writing music before he was 4 years old يعني قبل ما يبلغ سن الرابعة بدأ بكتابة المقطوعات الموسيقية. As a child prodigy وكطفل معجزة he toured Europe playing his own compositions. إذن سافر عبر أوروبا عازفا مقطوعاته الموسيقية on the violin على آلة الكمان. الكمان معروف كما شاهدتم في الصورة آلة الكمان and other instruments وليس فقط الكمان other instruments وآلات موسيقية أخرى وليس الكمان فقط. لمين كان يعزف؟ To astonished audiences إلى الجمهور المذهول إلى الجمهور المدهوش عندما كان المندهش عندما كان يعزف موزارت مقطوعاته الموسيقية وهو طفل صغير كان طفل صغير
كان الجمهور very astonished، كان مندهشا مدهوش جدا لهذا الأمر، كيف لطفل بهذا العمر أن يقوم بتأليف موسيقى ويعزف على الآلات الموسيقية ومن تأليفه الخاص. إذن on the violin and other instruments to astonished audiences. إذن والآلات الموسيقية أخرى للجمهور المندهش which often included kings and the queens. وهذا الجمهور غالبا ما كان يتضمن kings الملوك والqueens الملكة. In common with many other child prodigies, بالاشتراك، إذا الآن بالاشتراك مع العديد من الأطفال المعجزة، Mozart lost some of his appeal to audiences. إذا Mozart فقد بعضا من جاذبيته، appeal الجاذبية. هون ممكن الجمهور مندهش لموهبته عندما كان صغيرا، ولكن عندما كبر قليلا أصبح يافعا، فقد بعضا من جاذبيته. إذن هنا المعجزة كانت بأنه الطفل، هذا الطفل بهذا العمر يعزف بهذا الشكل. إذن in common with many other child prodigies، لاحقوا يقول بالاشتراك مع الأطفال المعجزة، يعني هذا الأمر مو بس لدى موزارت، لدى العديد من الأطفال العباقرة. موزارت lost some of his appeal to audiences. فقد موزارت بعضا من جاذبيته، attraction يعني، to audiences للجمهور when he became an adult، عندما أصبح بالغا، يعني عندما أصبح في سن 18 فما فوق. Despite his genius، لاحقوا على هذه النهاية، على الرغم من عبقريته، despite his genius، he had to work hard throughout his short life. كان عليه أن يعمل جاهدا في حياته القصيرة. حقيقة موزارت لم يعمر طويلا، لم يعش كثيرا. إذن to earn a living، ليش كان يعمل to earn a living؟ لكي يكسب لقمة عيشه. إذن كان فقيرا جدا. And died very poor. ومات فقيرا جدا at the age of 35، في عمر 35. إذن كان عمر فولفغانغ موزارت 35 عاما عندما مات، and died very poor، ومات فقير جدا. أصدقائي ملاحظة هنا قد تستغربون هذه النهاية، ولكن معظم المشاهير ومعظم العباقرة الذين يتم تداول ممتلكاتهم الآن بملايين أو بمئات ملايين الدولارات حاليا تباع في المجادات العلنية، حقيقة كانوا في أزمنتهم كانوا فقراء جدا. يعني أضرب لكم مثال آخر، ليوناردو دافنشي وهو من أعظم الرسامين على مر العصور، كان فقيرا جدا، وكان عليه أن يعمل أيضا بجد لكي يكسب لقمة عيشه. تخيلوا الآن لوحاته يتم تداولها ب، طبعا اللوحات الأصلية بأرقام خيالية جدا. فمعظم الحقيقة العباقرة، معظم المشاهير في أوقاتهم كانوا فقراء جدا. إذن بذلك أصدقائي أكون انتهيت من شرح النص. تكلمنا من خلال النص عن Child Prodigies، الأطفال العباقرة، الأطفال المعجزات. تعرفنا على ثلاث مواهب، وكان الأول هو تذكات أفاتار تولسي. شخص من الهند كان لديه موهبة في الفيزياء، موهبة رائعة، حصل على أو كان طالب دكتوراه PhD دكتور أوف فيلوسفي في سن 18 at the age of 18. ومن ثم تعرفنا على ماغنوس تشارلز الذي لقب رقم واحد في العالم في سن 18 أيضا في الشطرنج. وأخيرا تعرفنا على العازف المشهور والعالمي هو موزارت، والذي بدأ بالعزف عندما كان في الرابعة من عمره.